هاي يا باندا، انظر لهذه الأسنان رائعة. هذا جيد. لا يعجبني الذهاب لأطباء الأسنان. هيا يا باندا، الأمر بسيط. تتباهيان بابتسامتكما، هذا رائع. هلا بدأنا يا باندا؟ الطبيب كلارك، هل أنت طبيب أسنان أيضاً؟ أجل، لدي شهادات عديدة. أيها الطبيب، هذا مبهر حقاً. قطبي لديه أكثر. لنفحص تلك الأسنان إذن. حسناً، هيا بنا. تمني لي التوفيق. حسناً يا باندا، انتهينا. أهنئك، لديك أسنان رائعة. هذا لا يصدق. هذا ما كنت سأقوله إن كانت تلك الحقيقة، لكنك تحتاج لتقويم أسنان. تقويم؟ أسنانك تبدو جيدة الآن، لكن مع الوقت ستنتقل أسنانك تدريجيا حتى تبدو هكذا. افعل ما عليك فعله. ثم قلت ضع السلطة على البيتزا ثم سأكلها، وفعل ذلك.